السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم يا باشمهندسين؟ نستكمل مع بعض شرح شابتر 6 إن شاء الله. أنا آسف للتأخير في رفع الفيديوهات، بس والله لظروف ما. فإحنا آخر مرة قلناها حبيت إن أنا أعمل مقدمة كده، بس أهم حاجة تبقى أنت عارف عن الملف عشان هنبتدي نصعب الأفكار، والأفكار لما بتصعب بتصعب رياضيا مش في الحاجة. إحنا قلنا إن الملف نعرف إن الجهد عليه الـ VL هي عبارة عن L تفاضل التيار بالنسبة للزمن، ولو انت عايز تجيب التيار اوف تي قلنا ان هي بتيجي من العلاقة اللي فوق دي، بتبقى واحد على ال تكامل من تي نود لتي للفي اوف تي دي تي زائد الاي اوف تي نود لو في انيشال كونديشن ولا حاجة. وتالت حاجة تبقى انت عارفها مثلا ان الدبليو هي بتبقى عبارة عن نص ال اي تربيع، طبعا لو هو بيتكلم على الانيشال هتبقى اي اوف زيرو تربيع، لو بيتكلم عن دبليو عامة في فترة زمنية بتبقى الاي اوف تي تربيع زي ما اتعرفنا في المثال. وطبعا الباور من الباسيف ساين كونفنشن كان عبارة عن حاصل ضرب الجهد في التيار بتاع حضرتك، الكلام اللي انت بتقوله هنا. والدبليو القانون العام بتاعه بيبقى تكامل من تي نود لتي برضه للبي دي تي. اللي انت قلته هنا رجعنا قلناه في الكباستور تاني، وقلنا ان الكباستور بنبتدي من العكس بقى، ببتدي من معادلة التيار بتاعك، فبيبقى التيار بتاع المكثف عبارة عن سي دي في باي دي تي. ونفس السيستم لو انا جبت الفي اوف تي في طرف لوحدها فبتبقى عبارة عن واحد على سي تكامل من تي نود لتي للاي اوف سي دي تي زائد الفي اوف تي نود اللي هي بتاعتك الانيشال. ولو طلبت الانرجي برضو في الانيشال هتبقى نص سي في تربيع، اني في دي الفي بتاعت التي نود. طب لو طلب الانرجي عامة في اي زمن دي الانيشال، لو طلب على زمن معين على تي معين فبيبقى نص سي في اوف تي تربيع، ونطلع له بدلالة التي. او لو مديك تايم معين تبتدي اللي انت تعوض فيها، او الاحتمال التاني اللي انت تروح تجيب البي بتبقى في في اي، وبعد كده تقول للدبليو على التايم اللي انت عايزه، مثلا لو كان 5 ثواني يبقى من 0 لـ5 للبي دي تي، تقدر تطلع الانرجي اللي الراجل عايزه. قلنا الملفات على التوالي بتتجمع، يبقى ال توتال بتاعتها بتبقى الجمع، بتبقى ال واحد زائد ال اتنين، ولو هما متساويين فبتبقى ال توتال بتبقى عبارة عن ال واحدة مضروبة في ال ان بتاعهم. الكلام على المكثفات كان العكس، وتعرف برضو ان ال دي اللي كان بيتأثر بيها كان عوامل حاجات دي الميو الايه ال ان تربيع ال ال. وهنا كانت المكثفات بتاعتك ان السعة بتاعتك هي عبارة عن كيو على في، اما هنا كانت بتتعامل معاملة ان التوالي توازي والتوازي توالي. يعني انت لو بتتكلم على التوصيل السيريز قلنا ان التوصيل السيريز عند حضرتك يبقى انت السي التوتال بتاعتك هتبقى عبارة عن سي واحد في سي اتنين على سي واحد زائد سي اتنين، اما لو كانوا بارلل فانت بتبقى السي توتال بتاعتك بتبقى عبارة عن سي واحد زائد سي اتنين. يمكن اخر حاجة كنا ناقصين اللي احنا نقولها في المكثفات كان الجزء بتاع لو انت عايز تحسب الجهد على مكثف ما، حاجة زي كده. طبعا احنا عارفين في الفولتج ديفايدر لو انت عندك مثلا مقاومتين وانت عايز تحسب على ار واحد الجهد عليها اللي هو في واحد، فكنا بنقول ان في واحد هو الفي توتال اللي هو بتاع البطارية ده في المقاومة اللي بحسب عندها على مجموع المقاومتين، يعني على ال R equivalent. الكلام هنا في المكثفات بيبقى العكس، لو ده عبارة عن مكثفات زي ما هو مديك كده وحضرتك عايز تحسب الجهد على أي مكثف بيبقى برضه ال V total، ولكن في ال C total بقسمها على ال C اللي أنا بحسب عندها. في ممكن واحد تاني يفكر بفكر تاني، وده اللي أنا بحبه وما بشغلش دماغي عشان لو أنا اتلخبطت هنا لو أنا جبت حاجة مختلفة أو اتلخبطت. عند حضرتك دول توالى 3 على التوالي، تعرف تجيب ال C بتاعتهم تقول لي واحد على C total هتبقى عبارة عن واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. جميل، انت جبت من هنا السي توتال بعد ما عملت الانسر ماينس وان جبت الناتج، لانك لازم تقلب المقدار ده بعد ما تيجي تجيب السي توتال. طب انت جبت السي توتال ومعاك الفي، تعرف تجيب الكيو اللي ماشية؟ اه، تقول لي ان الكيو هي عبارة عن السي توتال مضروبة في الاي بتاعة البطارية. بعد كده انت عايز تجيب في واحد تبقى في واحد، مش انت السي هي عبارة عن كيو على في؟ اه، يبقى الفي واحد هي عبارة عن الكيو على سي واحد، ولو عايز تجيب في اتنين تبقى عبارة عن كيو على سي اتنين. خلي برضو الفكرة دي في دماغك بحيث ان انت لو اتزنقت في حاجة تبقى انت لو عرفت تجيب الشحنة الكاملة اللي ماشية هنا تقدر ان انت تضرب الشحنة دي كأنك طيار بالظبط. الكيو تقسمها على سي واحد يبقى انت حصلت على في واحد، الكيو تقسمها على سي اتنين يبقى انت حصلت على في اتنين، وطبعا الكيو ثابتة لان انت بتتكلم على توصيل توالي. دي معاك دي معاك، زي ما انت ما تحب تبتدي اللي انت تعمل دنيتك. اهم حاجه ما تنساش ان التوالي توازي والتوالي التوازي توالي في حاله المكثفات بتاعتك. تعال نتعرف بقى على الامثله، احنا اتكلمنا على امثله مباشره على القوانين ديت، هنبتدي اللي احنا نطور الافكار شويه، وفي نفس الوقت هعلمك ازاي المسائل بتاعت الرسومات دي. مسائل دي مسائل مشهوره جدا، اللي انت يجيب لك رسمه سواء ان يجيب لك تيار في ملف او يجيب لك الجهد على مكثف،
ويقول لك ارسم التاني. يعني ايه ارسم التاني؟ ارسم لك جهد على الملف. يبقى انت الملف بتاع حضرتك انا جبت لك الريليشن بتاعت الاي ال اوف تي، ما اديتها لكش جيفن كده، انا اديتك ان انت تروح تجيبها من على الرسم بدوخك شويه، ودلوقتي مطالب ان انت ترسم لي الجهد على الملف، وشويه هتلاقيني بديك رسمه للجهد على المكثف، ومطالب ان انت تطلع لي التيار بتاع المكثف. هي لعبه عايزين نفهمها. حضرتك طالما انا اديتك الريليشن مرسومه لازم أن تروح تجيب معادلات، وواضح من المعادلات ديت ان كلها يا اما حاجه ثابته يا اما بيحصل لها زياده يا اما بيحصل لها نقصان، ودي حاجه حلوه في مصلحتنا عشان اللي انا اروح اجيبها تبقى سهله. ليه؟ لان دول هتبقى معادلات خط مستقيم كلهم بيتبعوا العلاقه ان الواي بتساوي ام اكس زائد ثابت. مين الواي ده؟ اللي بيبقى على المحور الرأسي بتاعك، مين سواء بقى هو اي او في او ايا يكن. مين الاكس؟ هي اللي بتبقى المحور الافقي بتاعك. امال مين الثابت؟ هتشوف احنا بنجيبه ازاي دلوقتي. فبالتالي انا واضح قدامي كده ان التيار هو متقسم لكذا فتره، ان الاي اوف تي بتاعك متقسم لكذا فتره، في من صفر لواحد فتبقى التي من صفر لحد الواحد، وفي من واحد لاتنين والتي بتاعتك من واحد لاتنين، وفي من اتنين لتلاته فتبقى التي من اتنين لتلاته، وفي من تلاته لاربعه، ومن اربعه لخمسه، والتي من 4 لحد 5. ده اللي انا واضح. كل فتره من دول المفروض ان انت تروح تجيب المعادله اللي بتعبر عن الكلام ده. طب اسهل حاجه اللي انت تجيب انهي معادله؟ اللي هي بتبقى الثابته دي. المعادله الثابته لو انا جيت والله قلت لك ان انت عند حضرتك انك انت بتتكلم على كده، فانت تيجي تقول لي والله وليكن الخط ده عند الاثنين، فانا بفهم ان الواي بتساوي 2. الواي بقى انا قلت لك هو اللي بيعبر عن اي حاجه هنا. ففي الفترة اللي هي من 2 ل 3 دي ممكن نروح نقول ان الاي اوف تي بتساوي الرقم اللي هو واقف عليه اللي هو تقريبا 2. خلاص انا خلصت من اول حاجة. بعد كده انا واضح ان هم يا اما معادلة خط مستقيم بيزداد يا اما معادلة خط مستقيم بيقل. مهم جدا حتة يزداد دي. يزداد يعني الرقم الام ده يطلع موجب، ما ينفعش يطلع سالب. يقل الرقم الام ده لا يطلع سالب. طب هنجيبه ازاي يا باشمهندس؟ واحدة واحدة بقى. بتيجي والله بتبص اهو، انت عند حضرتك الخط المستقيم اهو، واحده واحده في البدايه ركز عشان بعد كده تعملها انت بسرعه. بيوقف تحت عند واحد ومديك فوق عند التلاته. حضرتك عشان تجيب الام دي، الام دي هي السلوب اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. انت واقف عند واي بكام؟ بتلاته. ناقص الواي البدائيه بكام؟ تقول لي بزيرو، يبقى تلاته ناقص زيرو. على اكس النهائيه بكام؟ تقول لي بواحد. على الاكس الابتدائيه بكام؟ تبقى بزيرو. يبقى القانون هو واي اللي هي النهائيه ناقص الواي الانيشال على الاكس ناقص الاكس انيشال. فطلع من هنا السلوب بيساوي 3. خلاص يبقى الام بتساوي 3. يبقى انا دلوقتي في العلاقه بتاعتي عرفت ان الواي بتساوي 3 اكس زائد ثابت. ناقص اللي انا اجيب الثابت. الثابت دايما بنطبق بنقطتين من على الرسم. انا عارف ان انت عند حضرتك النقطه دي صفر وصفر، اجي عند النقطه صفر وصفر، عوض عن الاكس بصفر دي راحت، عوض عن الواي بصفر راحت، يبقى الثابت طلع لنا بيساوي صفر. ودايما خط المستقيم اللي بيبتدي من عند الصفر ما بيبقاش ليه ثابت، هو بيبقى علاقه في التي على طول او في الاكس على طول. فطلع لنا والله هنا ان انت عند حضرتك ان الاي اوف تي هي عباره عن 3 في التي. بشيل بقى الاكس، ان كل اكس هتكون بتعبر عن تي، وكل واي بتكون بتعبر عن الاي اوف تي. ليه؟ لان هو ده المحور الرأسي وده المحور الافقي بتاعك. فانا طلعت المعادله ديت اللي هي 3 تي، خلاص الموضوع خلص. نيجي في الفترة اللي هي من واحد لاتنين، نغير القلم ونعمل الفترة اللي هي التي بتاعتك من واحد لاتنين. هتلاقي ان هي طالعة الرسمة بالشكل ده. الواي النهائية ولازم ان يطلع الميل سالب لان تناقصية. الواي النهائية اتنين، يبقى الميل هو عبارة عن اتنين ناقص البدائي تلاتة. اتنين ناقص تلاتة. طب والاكسات؟ الاكس النهائية اتنين ناقص واحد، يطلع من فوق سالب واحد ومن تحت واحد، يبقى الميل طلع معايا سالب واحد. يبقى العلاقة طالعة ان الواي بتساوي سالب اكس زائد ثابت. عشان اجيب الثابت قلت بعوض باي نقطتين على الرسم، وليكن الاكس لما كان بواحد الواي بتلاته، يبقى عوض عن واحد وتلاته. عوض هنا يبقى ده سالب واحد بيساوي تلاته زائد ثابت، يبقى الثابت بتساوي مين؟ ودي ده اليمه التانيه اربعه. يبقى الريليشن بتاعتنا ان الواي اللي هي الاي اوف تي بتساوي الميل اللي هو سالب تي زائد الثابت اللي هو اربعه. خلاص يبقى انا طلعتها في الفتره دي. يبقى انت طلعت تلاته تي وسالب تي زائد اربعه واتنين. بعد كده اتنين اللي هي ثبتت، بعد كده نزلت معادلة برضو تناقصية وابتدت تزيد. ممكن نمسك برضو هنا ونشتغل نجيب اللي هي الفترة من حد الزمن رقم 3 ل 4. يبقى التي من 3 ل 4 هنجيبها في الفترة دي. اخر واي انت وصل لها اللي هي سالب 4، يبقى الميل بتساوي الواي النهائية سالب 4 ناقص الواي الابتدائية اللي هي 2 تقسمهم على الاكس النهائية اللي هي 4 ناقص 3 بواحد.
سالب 4 سالب ده يبقى الميل طلع معايا بسالب 6، يبقى المعادلة طالعة سالب 6 اكس زائد ثابت. عشان تجيب الثابت عوض بأي نقطة على الرسمة وليكن اللي هي 3 و2، يبقى الاكس ب3 والواي ب2، دي بقت ب2 ودي سالب 6 في 3 يبقى سالب 18 زائد ثابت، يبقى الثابت يطلع لما تودي دي ب20. ومن هنا يبقى المعادلة ان الاي اوف تي بتساوي الميل اللي هو سالب 6 يبقى سالب 6 تي زائد 20. ناقص اللي احنا نجيب اخر حاجة بالنسبة لك اللي هي دي، واضح ان هي هتبقى تزايدية، فالفترة اللي هي من 4 لـ5 هتبقى عبارة عن حضرتك ان الميل ابتدى ان هو الواي النهائية بزيرو، يبقى الميل الواي النهائية بزيرو لانه وقف هنا، يبقى زيرو ناقص الابتدائي بسالب 4 يبقى زائد 4 على الاكس النهائي اللي هو 5 ناقص 4 يبقى بواحد، يبقى الميل بتساوي 4 ناقص اللي احنا نجيب الثابت، فتبقى الواي بتساوي 4 اكس زائد ثابت. عوض بأي نقطة وليكن النقطة اللي هي الأخيرة ديت اللي هي الإكس بـ5 والواي بزيرو، يبقى 5 و0، يبقى ده زيرو بتساوي 4 في 5 بـ20 زائد الثابت، الثابت بالنسبة لك يطلع سالب 20، والمعادلة تطلع هنا يبقى الميل اللي هو 4 يبقى 4 تي ناقص 20. وبكده يبقى أنت طلعت كل اللي أنت عايزه بالنسبة للأي أوف تي. نخش بقى في الرسمة اللي بعد كده ونشوف اللي احنا ازاي هنبتدي اللي احنا نرسم. الراجل عايز يجيب الفولت، يبقى انا طلعنا 3 تي 4 ناقص تي 2، 20 ناقص 6 تي 4 تي ناقص 20، زي ما احنا عملنا بالظبط في المعادلات اللي قدام حضرتك دي. ناقص اللي احنا نرسم الجهد بتاعك. هو انت الجهد على الملف مش كان عبارة عن ال في تفاضل التيار بالنسبة للزمن؟ تعال جهز لي المعادلات كلها، لما تيجي تفاضل دي يبقى انت دلوقتي انا هعمل معادلة التفاضل، اما تفاضل دي يطلع لك 3، اما تفاضل دي يطلع لك سالب 1، اما الفاضل دي يطلع لك 0، لما تفاضل دي يطلع لك سالب 6، لما تفاضل الأخيرة يطلع لك 4. أنت عملت التفاضل، ناقص إن حضرتك تبتدي تضرب في ال، ال بواحد يبقى كأن ال مش موجودة. عايز ترسم ال في تروح ترسم الكلام ده، يبقى الفترة اللي هي من 0 لـ1 هترسم 3، يبقى تيجي عند الـ3 وتروح ماشي من 0 لحد الـ1 ترسم رقم 3، الفترة اللي هي من 1 لـ2 هترسم سالب 1، فتروح نازل وماشي عند السالب 1، يبقى ده سالب 1، الفترة اللي هي من 2 لـ3 هترسم 0، يبقى تروح وتقف عند الصفر، الفترة اللي هي من 3 لـ4 هترسم سالب 6، تنزل عند السالب 6 تمشي، الفترة اللي هي من 4 لـ5 هترسم 4، تروح طالع وراسم 4 بالنسبة لحضرتك. وبالتالي يبقى انت رسمت ال V of T اللي انا عايزها. الجزء بتاع الرسومات كله معتمد على الكلام ده، وان شاء الله مش هيجي لك حاجة اللي هي مثلا حتى لو جت، يعني اللي انا اعمله ايه، انت هنا بتفاضل صح، ممكن يجيب لك رسمة بارابوليك اللي هي بتتمثل بتي تربيع، تبقى انت عارف ان انت لما تفاضل لها تطلع باتنين تي، فتبقى رسمة الجهد عندك بتبقى خط مستقيم. اما رسمة التيار لو جالك حاجة زي كده تعرف ان هي بتبقى عبارة عن تي تربيع، او لو هي معكوسة تبقى عبارة عن سالب تي تربيع وتطلع. اما هنا لحسن حظنا ان كل المعادلات لينير تزايدي، يا اما تناقصي يا اما ثابت. تعال نطبق الموضوع ده كله برضو على مثال تاني، وممكن بعد كده يديك يطلب منك رسمة مثلا الباور، فانت كل اللي عليك اللي انت هتقول ان الباور اوف تي هو عبارة عن اي اوف تي في الفي اوف تي، وتروح ضارب المعادلات في بعضها. انت جبت المعادلات دي بتاعت الجهود، تروح انت ضاربها في معادلة التيارات، يبقى انت مثلا وليكن عايز ترسم الباور في الفترة الاولانية، فتقول ان هو عبارة عن الفي اللي هو 3 في دي، يبقى طلع مع حضرتك 9 تي. تيجي ترسم التسعة تي هيكون بس الميل بتاعها مختلف، لان لما تي بواحد دي تطلع ب9، فيبقى الخط شارب لفوق كده، بحيث ان ده تبقى بواحد ده يبقى عند التسعة. دي رسمة مين؟ دي برسم الباور اوف تي. تيجي في الفترة التانية دي 4 ناقص تي وتحت بسالب 1، يبقى هي هتطلع معاك تي ناقص 4، تي ناقص 4 تيجي برضو هتلاقيك اللي انت بتبتدي ترسمها في الفترة اللي هي بتاعتها، وهكذا. هتلاقي ان الموضوع بسيط مفهوش اي مشكلة خالص. واي حاجة مش عارف رسمتها افتح الآلة على طول على حاجة اسمها تيبل اوف اكس، حط المعادلة بتاعتك وحط الاكس برقم ابتدائي 0، وحط مثلا النهائي 5، وخلي الاستيب مثلا حاجة بسيطة 1 من 10 مثلا، هيطلع لك نقط كتير، حط النقط دي على الرسمة امشي وراها، هتلاقيك وصلت لأصعب رسمة في الدنيا كلها. دي برضو رسمة تانية اهو، مديك الفيجر اللي قدام حضرتك ده الكرنت بتاعك، مديك رسمه للكرنت، وبرده محتاج ان احنا نرسم الجهد على الفي ال. في السريع بقى نحاول ان احنا نطلع المعادلات، فواضح كده ان الفتره من 0 لـ1 يبقى انت بتطلع معادله الاي اوف تي اهو، والتايم بالملي سكند عشان ناخد بالنا في الجزء ده، والال بال 10 ملي، يبقى ال بتاعتك 10 ملي هنري والتايم بتاعك بالملي سكند.
الفترة اللي هي من صفر لواحد. عند حضرتك الاي بتساوي زيرو، خلاص خلص الموضوع على كده. الفترة اللي هي من واحد لاتنين، نجري تقول ان الواي بتساوي ام اكس زائد ثابت. واضح ان الميل بتساوي القيمة النهائية 4 ناقص القيمة الانيشال زيرو على القيمة النهائية 2 ناقص القيمة الانيشال 1. بس خد بالك 2 ناقص 1 في الملي سكند، فتبقى 2 ناقص 1 هتبقى عبارة عن 1 ملي سكند 10 أس سالب 3. تطلع فوق يبقى أنت كأنك 4 في 10 أس 3. تمام كده أنت جبت الميل. عايز تجيب الثابت، عوض بأي نقطتين وليكن النقطة اللي هي 1 و0. لما تعوض ب1 و0 هنا بعد ما حطيت الميل ده، الميل اللي هو 4 في 10 أس 3 إكس زائد ثابت بتساوي الواي. الواي بصفر وده بواحد، يبقى الثابت هيطلع نفس الرقم ده، ان الواي بعد كده هتبقى عبارة عن 4 في 10 اس 3 اكس زائد الثابت اللي هو هيبقى نفس الرقم بس بالسالب، يبقى 4 في 10 اس 3. بس حضرتك لما تقعد ان الاكس بواحد هتلاقي ان واحد ده ناقص ده يديك الصفر، يبقى المعادلة مظبوطة مفيش اي مشكلة خالص. يبقى احنا طلعنا المعادلة ان الاي اوف تي هي عبارة عن 4 في 10 اس 3 تي ناقص 4 في 10 اس 3. تيجي في الفترة اللي بعد كده اللي هي الفترة من دي لدي، هتبقى عبارة عن الميل تناقصي، هو شكله نفس الميل بس نتأكد ان الميل هيبقى عبارة عن القيمة النهائية صفر ناقص الابتدائي 4 على القيمة النهائية من تحت 3 ناقص الابتدائي 1، فتبقى سالب 4 على 3 ناقص 2، يبقى الميل بتاعك سالب 2. الميل بتاعك سالب 2 تناقصي، وعايز تعوض تبقى الواي بتساوي سالب 2 اكس زائد ثابت. عوض بأي نقطة وليكن النقطة دي ان هي الاكس ب3 والواي ب0، فما تعوض عن بس من تحت برضو ما تنساش ان ملي يبقى في 10 اس سالب 3، فيطلع الكلام ده في 2 في 10 اس 3. هنا لما تيجي تعوض عن الواي ب0 وهنا ده ب3 الاكس ب3، فتبقى سالب 2 في 10 اس 3 في 3 زائد ثابت، يبقى الثابت هيطلع معاك الرقم ده بس بالموجب اللي هو بالنسبة لك 6 في 10 اس 3. خلاص يبقى انت بالنسبة لحضرتك في الفترة ديت هي طالعة معاك سالب 2 في 10 أس 3 تي زائد 6 في 10 أس 3 التايم من كذا لكذا، اللي هو من إيه؟ احنا قسمنا دي ليه مع انها كانت ممكن تكمل؟ خلاص مفيش مشكلة، من حد 2 ل 3 طلعنا المعادلة. يعني انا كنت بقول ممكن ناخدها كاملة اللي هي ممكن تنزل لحد كده، يعني انت ممكن نوفر الموضوع ده ونعملها كاملة اللي هي لحد هنا. هي من 4 ل 5 الموضوع بسيط، نحاول نهد بس الحتة ديت. الفترة اللي هي من 4 لـ5 ديت تايم من 4 لحد 5 الموضوع بسيط اللي هو سالب 4، ما عنديش أي مشكلة. الفترة بقى ناخدها من 2 لحد 4 كاملة، فتبقى الميل بتساوي القيمة النهائية اللي هي سالب 4 ناقص القيمة الابتدائية ناقص 4 على هنا 4 ناقص 2 بس برضو بالملي، يبقى فيه في 10 أس سالب 3. من فوق سالب 8 ومن تحت 2 في 10 أس سالب 3، فتطلع معاك دي مع دي هتطلع لك سالب 4 في 10 أس سالب 3. خلاص يبقى ده الميل الكامل اللي هو هيبقى الفترة من 2 لحد 4. نمسح بس الجزء ده بدل ما نعمله على فترتين، يعني بدل ما نعمل من 2 لـ3 ومن 3 لـ4، طالما هو نفس الخط المستقيم يبقى ريح علينا حاجة. فطلع معاك هيبقى سالب 4 في 10 أس 3 تي ناقص، نطلع الثابت، احنا قلنا ان الواي بتساوي الثابت ده اللي هو سالب 4 في 10 اس سالب 3 اكس زائد ثابت. عوض بأي نقطة وليكن خلينا في النقطة اللي احنا كنا معوضين عليها اللي هي 3 و0، فدي هتبقى 0 ودي هتبقى 3، يبقى 3 في سالب 4 بسالب 12، تروح اليمة التانية يبقى زائد 12 في 10 اس 3. وبكده يبقى انت طلعت كل المعادلات اللي انت محتاجها. ايه اللي انت ناقص لك تاني اللي انت عشان ترسم الجهد؟ اللي انت تروح تعبر ان ال في ال بتساوي ال دلتا اي على دلتا تي، اللي انت محتاج تفاضل المعادلة دي، فتعال نفاضل، فتبقى الدلتا اي على دلتا تي ده التفاضل بصفر، وهنا برضه هيبقى صفر. هنا التفاضل هيطلع معاك 4 في 10 اس 3، وهنا التفاضل سالب 4 في 10 اس 3. كلام سليم، اللي هي الفترة من 1 لـ2 ودي الفترة من 2 لحد 4 ناقص اللي احنا نضرب في ال ال بتاعتك 10 في 10 اس سالب 3، فتلاقي ان دي راحت. يعني لما تيجي تضرب 10 في 10 أس سالب 3 هتضربها في الحاجتين دول في دي وفي دي، فتلاقي ان العشر أس تلاتات دي راحت مع اللي جوه، يتفضل لك العشرة في أربعة تبقى 40 وتحت سالب 40. فالمفروض ان الرسمة بعد كده هتكون حاجة زي كده، ان هي 40 ومن تحت سالب 40، وفي الفترة ديت بتاعتك هتبقى عبارة عن 0، والفترة دي كانت بزيرو ورجع
احنا ما جبناش اخر معادلة خط مستقيم، المهم لما جابها هتطلع معاك بنفس الشكل ده عشان ما نضيعش وقت. لو انت عايز تعرفها هي الواي بتساوي ام اكس، يبقى الميل بتاعك الواي النهائية تبقى عبارة عن 0 ناقص الابتدائية يبقى 4، على الاكس النهائية 6 ناقص 5 تبقى بواحد يبقى 4، بس في 10 اس سالب 3 يبقى 4 في 10 اس 3. خلاص انا جبت الميل، يبقى الواي بتساوي 4 في 10 اس 3 زائد ثابت. عوض برضو بأي نقطة، وليكن إن هي دي الإكس بخمسة والواي، أو خليك في النهائية اللي فيها قيمة بصفر، يبقى الإكس بتاعتك بستة وصفر، يبقى ده صفر، وطبعا بتبقى 6 مللي، يعني عشان كده ده بيطير ده. الإكس بتبقى ب6 مللي أهو، فتبقى الصفر، فتبقى عبارة عن 4 في 10 أس 3 مضروبة في 6 في 10 أس سالب 3، فده هيروح مع ده، يبقى 4 في 6 ب24، تروح اليمة التانية يبقى سالب 24، يبقى 4 في 10 أس 3 إكس اللي تي سالب 24. الكلام ده كله بيساوي الأي أوف تي في الفترة دي، لما تيجي برضو تفاضلها هيطلع اللي هو 4 في 10 أس 3، تضربها في 10 تطلع لك 40، مظبوط مفيش أي مشكلة. لما نيجي نجيب الدي أي باي دي تي تطلع 4 في 10 أس 3، تضرب ال دي أي باي دي تي تطلع لحضرتك اللي انت تبقى عبارة عن 10 في 10 أس سالب 3، دي اللي هي ال ال، تضربها في 4 في 10 أس 3، ده يروح مع ده، يتفضل 10 في 4 ب40. وبالتالي لما نيجي نرجع كده بس عشان نأكد، دي كلها هنبقى هنشيل منها الأجزاء دي. اشمعنى؟ لأن المفروض لما بنعوض بالزمن بنعوض بيه بال10 أس سالب 3، فبيطير ال10 أس 3، يبقى ده مش موجود، وأي حاجة هنا مش هتبقى موجودة، يعني الثابت هيبقى سالب 4 بس وهيبقى 12 بس. وبكده يبقى انت كل حاجة بالنسبة لك مظبوطة وتمام، عشان لما كنا بنيجي نعوض انا كنا بنعوض بالرقم بس، كنا بنقول مثلا 3، المفروض كنا نقول 3 في 10 أس سالب 3. وبكده الجزء بتاع الرسومات هيكون ان هو اتغطى بشكل كويس، ونبتدي اللي احنا ندخل فيه جزء تاني. دي اول مسألة عند حضرتك، مثلا مديك مسألة زي دي، عايزك برضو تعبر عن الاكسبريشن بتاع الاي اوف تي في الفترة اللي هي من تي بيساوي زيرو، يعني هات لي الاي اوف تي في الفترات دي هنا وهنا وفي في الطالع والنازل. واضح ان الاي اوف تي عند حضرتك في الجزء اللي هو اصغر من الصفر بصفر، مفيش اوت كده، يبقى تي لما اصغر من او بتساوي الزيرو هي برضو بصفر، وعند حضرتك ان التي اكبر من او يساوي ال50 برضو عند حضرتك بصفر. ناقص اللي احنا نجيب المعادله دي، الواي بتساوي ام اكس زائد ثابت، رايح نجيب الام، يبقى فرق الصادات اللي هو اخر قيمه وصل لها بالملي، يبقى 100 في 10 اس سالب 3 ناقص زيرو تقسم على التايم تحت برضو بالملي، هيروح مع بعض اللي هو 25 في 10 أس سالب 3 ناقص الصفر، هتلاقي دي راحت مع دي وده راح مع ده، 100 على 25 تديك 4، يبقى الميل ب4. الثابت عشان تجيبه يبقى الواي بتساوي 4 إكس زائد ثابت، عوض بصفر وصفر مش هيطلع لك في البداية ثابت، يبقى طلعت من هنا إن التايم من صفر لحد ال25 ملي سكند بالنسبة لحضرتك هي عبارة عن 4 تي. ناقص اللي احنا نجيب ايه؟ ناقص اللي انت تيجي عند حضرتك تجيب في اليمة التانية، فواضح ان انت ان الميل بتاعك هيبقى الواي النهائية 0 ناقص الواي الابتدائية 100 في 10 أس سالب 3، على الفرق ما بين الزمنين 25 في 10 أس سالب 3، واضح ان الميل هو هو بس بالسالب، فسالب 4. وعند حضرتك عشان تجيب الثابت قلنا نعوض بأي حاجة، فتبقى الواي بتساوي سالب 4 إكس زائد ثابت، عوض مثلا ب50 ملي مع الزيرو، فدي تبقى بزيرو، ومن هنا يبقى عبارة عن سالب 4 في 50 في 10 أس سالب 3 زائد ثابت، يبقى الثابت هيطلع نفس الرقم، 4 في 50 ب200، يبقى 2 من 10 تقريبا، يبقى هي سالب 4 تي زائد 2 من 10، بحيث ان انت ما تعوض بأي نقطة كده تبتدي اللي انت تطلع معاك، وليكن اللي انت هتعوض بالنقطة دي 50، يبقى 2 من 10 سالب 2 من 10 تطلع بصفر، مظبوط، 25 لحد 50. كده انت جبت الاكسبريشن بتاع الكرنت في الفتره ديت. محتاج اللي انت عند حضرتك تجيب لي الاكسبريشن بتاع الفولت، وتجيب لي الاكسبريشن بتاع الباور والكلام ده كله. فقلنا اللي انت عشان تجيب الفولت محتاج اللي انت عند حضرتك تفاضل، فانت عشان تفاضل الدي اي باي دي تي هتبقى عندك برضو ادي صفر صفر، هنا 4 وهنا سالب 4 في نفس الفترات الزمنيه. ناقص ايه اللي انت عشان تجيب الفي اللي انت تضربها في ال، يبقى لما نيجي نضرب في ال هتشيل قيمه الدي وتحط 500 في 10 أس سالب 3، 4 في 500 يدي لحضرتك 2000، في دي يبقى اديك 2 2 وسالب 2، يبقى 2 عند حضرتك وهتبقى عبارة عن سالب 2. يبقى انت لو بترسم ال V، يبقى انت عند حضرتك لو بترسم ال V فتبقى ال V of T بالنسبة لك هتبقى عبارة عن في أول جزء طالعة ب2،
في الفترة اللي هي لحد 25 مللي، والجزء اللي بعد كده تطلع بسالب 2 في الجزء اللي هو من 25 ل 50. حضرتك عايز تبتدي ترسم اللي انت الباور والانرجي او تجيب المعادلات بتاعته. نلخص بس اللي احنا قلناه في التيار، فكان الاي اوف تي بالنسبة لحضرتك كان طالع عبارة عن سالب صفر هنا وصفر بعد كده، وكان 4 تي في الفترة ديت، وكان سالب 4 تي زائد 2 من 10 في الفترة اللي هي دي الفترة الاولانية، ودي الفترة التانية، ودي الفترة اللي هما الفترتين اللي بصفر. يبقى دي بالنسبة لك أول واحدة فوق، ودي 2، ودي 3، ودي 4، عشان ما نقعدش نكتب الفترات هنا في الجنب كتير. وبعد كده بالنسبة لحضرتك إن الفي أوف تي كان لسه طالع دلوقتي، كان برضو صفر في الفترة دي وصفر هنا و2 وسالب 2 على نفس الفترات اللي قدامك. يبقى أنت لو محتاج تجيب البي أوف تي تقول لي هو الأي أوف تي مضروبة في الفي أوف تي، وبالتالي فيطلع لحضرتك إن أنت لما تضرب صفر في صفر يبقى صفر، وهنا صفر برضو، وهنا يبقى عبارة عن 8 تي، وهنا يبقى عبارة عن سالب 2 في سالب 4 يبقى 8 تي، سالب 2 في 2 من 10 يبقى سالب 4 من 10 على نفس الفترات الزمنية. ناقص عند حضرتك اللي انت تجيب لي آخر حاجة، اللي انت تجيب لي الدبليو. احنا قلنا الدبليو هو تكامل بالنسبة للتي للبي دي بي تي. يبقى انت عايز تكامل دي، تكامل الصفر بالنسبة لك هيبقى في الفترات ديت هتبقى برضو بصفر، هنا التكامل يبقى عبارة عن 8 تي تربيع تقسم على الاتنين، ارفع القص يبقى 8 تي تربيع تقسم على 2 ناقص 4 من 10 تي على نفس الفترات الزمنية بتاعتك. يبقى انت كده طلعت المعادلات برضو بتاعة الانرجي. طبعا 8 على 2 تبقى 4، يبقى 4 تي تربيع، و4 تي تربيع ناقص 4 من 10 تي، وبكده يبقى انت خلصت الجزء ده. يبقى احنا حاولنا في الفيديو ده اللي احنا نتناول الافكار اعلى شوية اللي هي الخاصة بالجزء بتاع الرسومات، راجعنا على القوانين العامة، ابتدينا اللي احنا نخش في بعض المعادلات الرخمة شوية، نبتدي اللي احنا نكمل مع بعض اللي احنا نشوف المسائل اللي زي ديت اللي انت تجيب الثوابت ازاي منها كلها بناء على الانيشال كونديشن، وبعد كده نبتدي نخش على الجزء بتاع الميتشوال اندكتنس بإذن الله تعالى، والجزء بتاع السويتشات والبلاك بوكس. انتظروا في الفيديو القادم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.